قطعت يدي اي تقطع خشب تقطع بالضبط اي مفرده عندنا زد عليها انا اعطني حلو روح اللي بعده حتى اكتفك ابو سكيت ورني شغلك يا ابو حور يا ابو حور تعال قرب ابو حور عند الحنب الجنوب الدوار صار الحايليه هذا خشبي سهبيلي كذا اجلس يا رجال اجلس هذه كلها سهبيلي ابو حور تعال ابو حلو اول شيء صلوا على النبي هو حلبه انا ابغاك تدعي لواحد انت توفى ابوه ذا الحين من يدعي له انا ما توفى بعد الجمعه اي بالله كلكم كلكم اي عبد الرحمن عبد الرحمن اليماني توفى من عبد الرحمن والله من عبد الرحمن والله والرجال والرجال انصدم الحارس لكن شوف كيف الموت ايوه شوف كيف الموت هالطيبه الحمد لله عبد الرحمن عبد الرحمن صلى الجمعه توفى الله رحمه الله محمد الله يرحمه ويرحم امواته ويرحم اموات المسلمين ان شاء الله الله يغفر له ان شاء الله يبقى الموت هو المحك للانسان عجر وبعسر اقول الله لا يحييك الحين في موت وانت في تمر اي اخوي ادعو للرجال يا رجال الله يغفر له يا اخوي جاينا في وقت احنا قاعدين نتقهوى الله يرحمه ويغفر له والله انا يمكن تكون شهيد القريه انت يمكن عطن هذه واجي وخم على وجهك على الباب هذا كره قول له الله حق والله ما تصير لا بيبان فيصل اصبر عاد اصبر فيصل بعلمك حاجتين قدام تروح ايه ابدا الحين يا الربع ساعة استجابة بينكم وبين الله دعوات ابلح الله يجزاك خير ابلح وشو؟ شكتي ما راسي مشكلة تقول بس عادي ما عندي مشكلة لا لا يا اخي حار انا قاعد اتخرع تقهوى يا ولد الله عليك فيصل ما شاء الله عليك الله يجزاك خير الهنا عطني الهنا الله يرحمه يسكن الهنا يعني مال لا 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 انا اي شيء الهنا اي شيء اي شيء ما له اسم اي شيء ما له اسم عطني ما حضر اسمه في الوقت المناسب مثل واحد مشيت انا وياه مشوار فقال ساله ذاك انا فهمت من كلام قال من اللي معك قال معي لا معي شاعر هن ليه هن وصلت مرحله نكره ولا ايش قال يا اخوي مستعجل في الكلام تقهوى هن هن لا قدر مضيع اسمه ولا ما انا قاعد افكر اسمه اسلم اشرحوا لي ايش هن واعطيني اعطيني هذا الهن اعلمك بعد شو سبب التسميه وكيف تنقال ومتى دقيقه في بيت اشرقت نور الصباح وباح صوت القمري واستلمنا مقطعا وصل الفضاء الاعلام رمز لا رمز لاي شيء توفى الله يعرف من ذا الحين الله يرحمه الله يرحمه ويرحم موتانا وموتى نعم هذه عنده بس هذا دليل انه معه جوال اسمع اللهم امين في شاعر يا بلال من عرض قصيدة يقول يا هن يا وجدي على فلان وجداه ما استوعب وجد الضرير اللي يقول شوف يا هن فيها ترميز للشيء اللي يبغاه تمام بس ايش يعني انت الان قلت شغلت الجابر اي شيء مو بحاضر اسمه انت شغلت الجابر قلت اعطني الهنا اعطني الهنا انت شو ببالك انا في بالي أي شيء انا في بالي اني اوصل له ان اي شيء حوله وانا كنت مثلا اقصد مثلا التمر هناك اعطني الهنا عطنا التمر طيب اي شيء كنا نسولف فيها هنا في حاجته الان بس انا اسمه مو بحاضر اقول ليش ما تسميها بس عطنا الهنا اي شيء اسمه راح من بالك ايه احنا نقول عطنا هالفيد عطنا الهنا عطنا هالفيد مثلا من قط حتى لو كان اسم شخص يعني هذا يقول لك شاعر هالفيد اسمع لو ذا الحين قلت من الحين اقول يا بلال اعطني الهن وانا اشر عليه منك لا مو ظن منك قطع ابو نيان شوف الاشياء الجوامد زخني انا الهنا هنا الهنا الاشخاص هن مثلا انا رايح انا واحد من الشباب دقيت انت علي من اللي معك؟ معي رجال هن لا ما هو كذا رجال هن رايح انا وهن ابو حور هن ابو حور قبل ابو حور هذا الهن الواحد لان ابو حور ما له اسم ولا له رقم بطاقه الاحوال وغير مذكور في السعوديه رجل شباب رجل شباب احط الهن في الوجه الهنا هذه اللي معه ابوح تقهو تقهو والله هذا الناقص ما قشرت منها قطره من يوم جت ما غير سلطان السلام سلطان ومحسن تو باكل اول شيء سلطان ومحسن بس هم اللي يشربون تبغى يرقد رقم خمسه شيخ انت شيخ ملي زين الدله بيضاء وش اللي عشان تحالف وش الشدز اللي انت حالبك انت, انت ترقع عندنا من الصبح لحلامك ليه ما تروح تلقى شباب ما في شيء ما ودي اعلمكم الشباب ترى عزوري ايه بنت ودم يا حبيبي بنت ودم رجع اسلم على النبي بس لي حشان عبد الرحمن رحنا وعزينا يلا نبي تونا قبل شو اي والله روحوا عزوله والله وادعوا لابوه في ذا الساعه اللهم قبل المغرب تعال خلنا نتودم سلطان وين؟ روح الحلب مع النبي بسم الله ما شاء الله سمي يا ولد يلا يلا مقرن ترى نفسي فيه مقرن وين مقرن اي داخل هنا اقعد يلا 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 يرحم دعواتكم لابوه ما في ولا عود ثاني مع ذا رحمة الله عليهم انا ذا ولا ذا غرق يا كريم نبي مطر يا
اخوي هذا حليب البلد. يا الله يا كريم مطر. ابي مطر. ابي مطر. مطر 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 مطر. يا ابوي ترى يومين وتعيش الريالة يا رجل الدنيا غرقة هنية. قرب لي يا اخي انا شوي. خالي اوكي. الله يقلب كبدك يا شيخ. ما يحبنا. مو ما احبنا. وضعه وضعه. وضعه خلص وضعه وضعه يا جد. وضعه في القاع. كانت اصبعك كانت في خشم. وضعه في القاع يا جد يقرب لا بغاه. الله يقرب كبدك. من الاخر. اعرب اعرب. وشو وشو الحليب؟ لذيذ والله يا اخي بس الحليب ها الله يقوي عودك لا الله يقوي تكفى في تكفى من جالي يا ابو لا بدا في رجالته والله مو غرق مقرن سلام شيل هذا الفنجان عبد الله ايوه مقرن مصير منعني من ذنة فذاك لا 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 بحص العيشة بحص الناموس هذي بحص التمير بحص وبر انت وبر بسم الله الرحمن الرحيم وبر تقول وبر راجع الصقر ما ياكل من مخلابه وبر 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 خلني اشوف ها صوت الوبر صح؟ دقيقة والله هذا صوت الوبر اسمع اسمع كيف تسوي؟ ها؟ الغراغي انا اللي بغيت ادعي له القهابة ولا جرى جرى بالخير جرى بالخير هذا صوت ايش اسمه الغراغي غراغي ليه تجيك كلها كل اسمع اسمع والله يرى يجي احنا نزلت هامه يوم من الايام نقنصها ترى في ما نقنصها اي اي ونطيح لنا في جون هذا على طول لكن راض لنا في السدره ولا جيبها صح احنا نحسبها ثنتين ولا ثلاث يا رجل عندنا تطلع الوبارة من جحورها اللي نازلت من الشرق والمشكله لا تنزل ما هي مجفله تنزل نلقط منها تسعه الله ايش ديكه ودجاج غراغير يقولون يا رجل دجاج يا الناموس هذه انت عند في حليب شغال جيك فقر تدري كيف نسوي والله اني اشغل الصوت في السياره واني بالبندق بالسكت الهوائيه ما شاء الله اما انا ما عجبني الا عقوب تنزل ما نسميها عقايب لانها اكثرها تطيح في اماكن صعبه ترمي بعمرها فن يرمي لي واحده وانا على هوا اي والله تحذف بعمرها تحذف بعمرها تحت شوف ايش اللي حصل وانزل جرف كذا ويوم جيت طالع اليوم قال الله احنا مكانك المطر يلا كيف تطلع وش مو ذا انت عليه عرجول رجلي والله العظيم اني نازل الظهر والله اني ما طلعت الا قرب يمكن الساعه 5 ونص حلو لين جفت الدنيا اعلمك بعلم والله الذنب عقبه تطلع عيننا نجول حوالي 30 ديك دجاجه ونتقولها بالكريكت الجدد ساكتونات الهواء ذي ضغط الهواء تعال عندي تعال عندي ما مدحوها يا اخي الا كفو والله العظيم ما مصرح على عينك هو مصرح عرفت المهم وتحاود انا واخوي من جهتين احنا متى مصلين الفجر من وقت تشرق أيوة. تطلع مع الشرق المهم يظهر واحده منها فوق صافيه فالقط راسه تنقز قول كذا من فوق الصافيه ذي ارمي بعمره والله ده غرق عندك والله ما في شيء عرفت فانزل مع الجهاف وانزل انزل 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 لين عينت هي عينت والله عاد يتحرك يا رجل على وزنك ذا على وزني ذا ما شاء الله عليه ونط يوم قربت منه تحرك وضح يا رجل والحق لين مسكته ويوم قلت كذا بطلع ليني قد نزلت يا رجل يمكن 300 متر خليني ناكل حن اشغلت انا والله العظيم اني اخذت يمكن ساعتين ونص عشان اطلع واني طلعت فوق اني لاخر اليوم اني لما جلست اني رجلت كذا ترف اي والله ما هو بلا بديت تلعب كوره اخذت لك 40 و50 يوم تلعب ما يجيك وجع في كوعك وسيقانك والله اني اخذت لي اسبوعين ابو هجر لا 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 ولكن انا بقول لك حاجه تختصر لك الامور كلها اذا بغيت صيد انت وياه خذوا لكم دجاجه مبهره من السوق الله يعز ابن سعود ويعز بلادنا نعمه وخير وحطها على عود مرمها بخمس طلقات عشان رايح البارود بس لا 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 ما في مانع ما في مانع انك تروح تصيد يوم من الايام ما في مانع انت عدو البيئه يا ابو حو كل مشاكل وكل والله ما قضى على ما دمر الدنيا الا ذا صدق ما يصيد ما يصيد الرجال انا اجزم اسمع تدري اطلق صيد في القريه تدري 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 احنا في القريه هذه فيها دخل وفيها صفار داري انا معك تشرب منها حق خالد ماخذ لي فروه ترى تحمسها في اقل من خمس دقائق وين اجيبها ما مسك ولا شيء قبل شوي يقول لا تصيد لا لا ما في صيد هذا مسك كلام فاضي
اي فاضي إيه هو اللي يقول ابن حلال ايش قلت انا اسال انت كيف يعني هل انت مع مع المسلمين هل انت مع قريش هل انت مع قريش هل هذا هذا حليب يا رجل يا ولد ده صوت صوت وادمي ولا صوت دجاج رجال دجاج وبط عندك سرانة بحور قصرانة عندهم بط ودجاج قال لي واحد يا ابو حور عندي لك بيعة كفو تشي قال عندي قال عندي أيوه؟ عندي لك ايوه 1800 دجاجة ايه الله وجهه فين يضحك به يوم يعلمني بمشاريع عنده دواجن اسطول واحد يقول والله يا مكاسب ها البي ابشر ابشر الله لا يحييك بحور يا الربع بحور منافع اسمع بحور كلام كبار من يوم جاء هو بغبندي شقندي شقندي قباب الشقندي المزبراني من يوم جاء بحور هو يسلكنا 47 الظاهر انه سلكنا وسلكنا تدخل نمونيه يا شباب الغبندي الزقندي الزقندي يلا القباب هو قايد الجيش والشقندي النمر القباب النمر كثيف الشعر والقباب الشقندي الشقندي هو قايد الجيش والمزبراني الرجال الفحل الكفو اللي ما عاد وراه الا طلبته اللي والله والله من يوم جاء اي في ذمتك محسن محسن في ذمتك من يوم جاء يا شباب القبندي زبندراني والله يا انه يسلكنا ويسلك الضيوف الظاهر واحنا مستنسين مخفف احنا مستنسين والله انه مخفف من قالها والله انا صورني الشباب الزبندراني القبندي اقول صورت معه صورت في سنابي مع مشهور قلت مرحبا نال في ذمة انك قباب شقندي مزبره قال امسح 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 وش معناته امسح 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 والله انا يعني توقع اني اقابلك وانت مشهور والله يجي منك الشيء اقول ميدك الكلام والله يجي منك عجبني ذاك يوم قال ايش رايك في جحدلي مدري ايش اسمه جحدلي مدري جحدلي قال ذاك بين لا ما ناس وضح ان